اهلا بكل متابعي رادار، ومعانا لقاء مميز جدا مع الفنان اللي انا بعشقه جدا، الفنان ومذيع الراديو والمقدم البرامج التلفزيونيه والممثل هشام عباس، صانع البهجه للاغنيه واللي عامل ضجه الفتره دي. اهلا بيك على راديو الرابع. اهلا وسهلا. يعني انا مبسوط والله، انا لسه ما مثلتش قوي يعني، ما عملتش حاجه يعني. لا بس هو مشهد كسر الدنيا في مسلسل الوصية، احنا هنتكلم عليه بعدين، ولكن انا مبسوط ان انت موجود معانا على هوا راديو الرابعه، ومبسوط بالضجه الكبيره. وطبعا يعني بعد ما غبت علينا واتجهت الى تقديم البرامج وكنت مركز قوي في الحته دي، رجعت لنا تاني عشان سمعنا اغانيك الجميله والرائعه، فالف مليون مبروك على الالبوم الجديد. ربنا يخليك واشكرك والله، والله يبارك فيك، وانا سعيد جدا ان انا يعني عملت الالبوم ده اخيرا يعني. هو يعني بقالي بشتغل فيه حاجه في 10 سنين بس، يعني عملت يعني فيها في 10 سنين دي اغاني كتير قوي قوي، ودي وده جزء من الاغاني اللي انا اشتغلت فيها، وان شاء الله هتسمعوا في الوقت اللي جاي كل الاغاني اللي انا اشتغلت فيها الفتره اللي فاتت. حلو جدا. نقدر نقول ان التقديم التلفزيوني وغناء تترات المسلسلات اخدتك، او هي اللي كانت معطلاك عن تقديم الالبوم؟ والله هقول لك حاجه، هو انا يعني طبعي يعني يعني كإنسان يعني أنا طبعي شوية ببقى ملول يعني، ببقى دايما عايز بحرك كتير يعني، عايز أروح هنا وأروح هنا وأغير شوية وأعمل حاجة مختلفة وأعمل حاجة. وكنت لما بدأت اتخرجت من الجامعة قلت أنا مش هقعد أكتر من 10 سنين بحاجة واحدة، كل 10 سنين هغير نشاطي علشان أنا عايز أعمل حاجات كتير أوي. طبعا ما عملتش كل اللي أنا عايزه بالضبط يعني، بس يعني على الأقل أن أنا بحاول. طيب هي إيه الحاجة اللي ناقصة اللي لسه ما عملتهاش يعني؟ ما شاء الله أنت عملت. أنا ما مثلتش لسه، أنا نفسي أعمل مسرحية أو أعمل مسلسل أو أعمل فيلم، أعمل فيه يعني أعمل فيه حاجة لذيذة يعني، أدوار تكون بيها دعوة فعلا بالشخصيات اللي ممكن تأثر على الناس، تخلي الناس أفضل وتخلي الناس أحسن، مواقف تبين يعني شكل معين من الحاجة اللي في أعملها، هو إنه يعني أخلي الناس أحسن. أنا مقتنع إنه ربنا خلقنا علشان نخلي بعض أحسن ونساعد بعض ونسعد بعض أحسن، فأنا كنت عايزة أتولى هذا الموقف يعني. طيب انت الغنى ولا تقديم البرامج التلفزيونية ولا الراديو ولا التمثيل، ايهما حسيت ان هو اقرب لقلبك او انت كنت مبسوط قوي وانت بتخوض التجربة بتاعته؟ الغنى هو الكور اللي منه بعمل كل حاجة. يعني اللي هو الغنى هو الاساس اللي منه بعمل كل حاجة يعني، البرامج انا بغني في البرامج، الافلام هغني في الافلام، المسرحيات هغني في المسرحيات يعني، هو اساسي يعني. الحمد لله ربنا يعني اداني صوت يعني، الحمد لله شويه شويه ممكن. ده جميل، ده انت متعتنا كلنا يعني على مدار يعني سنين باغانيك الجميله والحلوه. ولكن خليني اقول لك، الراديو ولا التلفزيون يعني ايه اللي حسيت بيه في متعه اكتر والاسهل والاحلى والاجمل؟ حاجه غريبه جدا يا عويسي، كل حاجه ليها متعتها يعني. اول حاجه الراديو بيخليك تبان ان انت جهبذ، المعلومات لان انت بتقرا مش بس مش حافظ، فانت في التلفزيون بتبقى قاعد وعايز تفتكر كل الحاجات اللي انت قريتها في السيناريو اللي مكتوب لك والحاجات دي، وانما في الراديو انت قاعد وبتقراها وانت مبسوط جدا ان انت بتقول المعلومه، والناس مبسوطه جدا يعني. ام الله يرحمها كانت تقول لي ايه ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه كل الكلام الحلو اللي انت عمال تقوله والحكايات اللي انت بتقولها دي؟ انت عرفت الحاجات دي انت؟ ربنا يرحمها يا رب. ولكن الراديو حلاوته ان انت بتقيس حب الناس في لحظتها، اللي هو مش هتستنى لسه تشوف الاغنيه هتنزل بعد يوم بعد كام ساعه، دي حاجه في لحظتها. الناس بتحبك، بتبعت لك رساله يعني فدي دي حاجه من الحلوه. الله اختيارك ده جميل، نشكرك ان انت جبت الفنان الفلاني، نعمل عايزين نسمع مصحف، بتعرف بتدي على طول يعني. عامل زي في التمثيل، عامل زي التمثيل في المسرح، ان انت وانت في المسرح بتمثل للناس وهم قدامك اهم.
اها. فلما بيسقفوا لك بيسقفوا لك وبيقول لك ان انت قدامك اهو. ودي حاجه عادل امام قالها لي، بيقول لي انت يعني عادل امام فنان طبعا كبير طبعا يعني، وانا بتشرف جدا ان انا عندي علاقه كويسه بيه يعني. فلما بشوفه في اي حته بقعد جنبه. في مره بيسالني بيقول لي انت هو انت يعني نفسك تعمل ايه؟ نفسي اعمل مسرحيه. نفسي حياتي اعمل مسرحيه عشان تقيس حب الجمهور في لحظتها. بس انت بتقيسه في الحفلات بس كفكره مسرح، بعدين المجهود بقى والكاركتر المختلف عنك. نجاحك قدام عينك اهو. ما بتستناش لا جرايد ولا مجلات ولا سوشيال ميديا ولا اي حاجه. انت بتشوف نجاحك في التو واللحظه، وانت الناس بتسقف لك، وانت بتقول الكلمه وبتضحك عليها او بتتاثر بيها او بتعمل. فاقوى مجال تمثيل بجد هو المسرح. والفتره دي الناس كمان بقت عندها الشغف ان هي تروح المسرح. الناس زهقت شويه من السوشيال ميديا، نفسهم يرجعوا لايام زمان وبيحنوا. فاعتقد ان تجربه المسرح دي ان شاء الله باذن الله نشوفها قريبا ليك. ولكن حابب اسالك يا رب، ليه كل ما بتغني اغنيه حزينه بتطلع منك حلوه ومبهجه يعني؟ يعني زي ما حصل في مسلسل الوصيه ليه يعني؟ لا هو الفكره ايه، ان المسلسل ده يعني انا يعني صراحه انا بشكر جدا طبعا اكرم حسني واحمد امين، علشان هم اديني الفرصه دي ان انا اقف معاهم. هم فنانين كوميديين عظماء جدا وهايلين، وانا بحبهم وبقدرهم جدا. هي الفكره انه الفكره نفسها كانت مجنونه بشكل مش طبيعي يعني. اول حاجه انا عمري في حياتي ما كنت هفكر ان انا هبقى عندي بدروم فيه تعذيب عشان شاري يكتب لك كلام، عشان يكتب لك كلام يزعل لازم يكون موجوع يعني. ايوه مش شخصيتي كده. وبعدين الشخصيه اللي هم حطوني فيها اللي هو انا بريء جدا. لا انا مش بعذبه، لا انا بعذبه علشان اخليه يكتب لي كلام الكلام زي محمد محي ومصطفى كامل وحمد علال. ايوه عايز اعيش الجو ده. فانا انا طبعا عملت اغاني يعني دراما، بس يعني برضو ما هياش يعني انا صوتي ما هواش درامي بحت يعني. انا صوتي شويه اللي هو بحس ان انا متفائل ومبسوط. فعلا الاغاني لما بتيجي بتبقى رميني ونسيني مثلا بنهزر عليها والحاجات. هي اغاني فعلا كان ممكن تتعمل دراميه جامده قوي. رميني ونسيني وكويني يعني ممكن ايوه ممكن تتدخلهم في مود الحزن جدا، لكن انت بتسمعها بترقص على الاغنيه يعني ممكن تخلي الناس تتقطع يعني. ورميني فر هوايا وقول ضايعيني عليك. ايوه بقى فاهمني. لكن انا الاغنيه راحت متاخده مع محمد رحيم، خدها ووداها الحته دي وعجبتني جدا وقلت الله حلو قوي. يعني انا عايز اقول لك والله انا لما بزعل وبشوف حد حط ايده على خده، تلقائيا اي حد بتيجي في باله اغنيه شيل ايدك من على خدك انا جنبك انا جاي يعني بجد فعلا. يعني هي اغنيه والله فعلا تحس ان اي متضايق هي بتكبر بخاطره. انت متخيل انت بجد عملت حاجه حلوه جدا، انا جنبك انا جاي اخدك يعني. ده توفيق والله كله. والله بص كل ده توفيق من عند ربنا، ان هو ربنا بيوفق الاغاني دي صحيح انها توصل لغايه عندك. يعني اي من نكتب الاغنيه احساس معين فيجي سماعي لي فانا اخدها باحساس تاني واروح اخده واغنيها فتوصل للناس. ده كل ده يعني توفيق من ربنا قريب الحمد والله لله. يعني هو يعني ما شاء لما بيجي بالشكل ده دايما بيبقى حاجه جميله الواحد بيشكر ربنا عليه يعني. اكيد يعني. طبعا الفيديو كليب وليك قصص كتير بقى زي ناري نارين وغيرها. طب في الالبوم الاخير يعني الالبوم ابتدينا نحط موشن جرافيكس ونتواكب مع الوضع. طب احنا وحشنا الاغنيه بتاعت الاغنيه بتاعت الفتره اللي فاتت. اها يعني ايه يعني هو طبعا المخرج بتاعت فيه جدا ويعني حازم كتانه الراجل الجميل، وعمل يعني حاول ان هو يعمل فيه حاجه حلوه. بس هو الفكره انه يعني ما كانش هو واو يعني بالنسبه للفيديوهات اللي احنا عملناها قبل كده مع عالم الفن يعني مع نجيب.
جايز ان هو يعني ايه كنا متابعين وعايزين ننزل بسرعه وعايزين نخلص بسرعه وكدا. انا ممكن اقول لك على فكره شاري 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 بالغالي دي اغنيه فرح يعني، دي ممكن يتعمل عليها واحد وراح يتقدم لها يعني، الفكره أيوة موجوده. عايز وحشنا في الحاجات اللي فيها تمثيل يعني. واوعدك ان انا هعملها بالشكل ده فعلا يعني، ناوي ان انا اطورها بجد واعملها بالشكل ده، لان انا عايز اعملها اغنيه فرح. هي اغنيه فرح، وكنت عايز اروح اصورها في المغرب وفرح مغربي او فرح بدوي وخيمه ومش عارف يعني، كان في افكار عايز اعملها، بس ان شاء الله هعملها ان شاء الله باذن الله. الفكره بس انه اليومين دول الاقتصاديات في الحاجات دي تكلفتها عاليه ومش بتجيب عائد يعني انك تصور اغنيه تصورها حلو وتتكلف تكلفه كبيره قوي قوي. وفي نفس الوقت زمان كانوا مثلا لو الالبومات والحاجات دي بتجيب فلوس، ما كانش في سوشيال ميديا، الالبومات كانت بتجيب فلوس والاغاني بتجيب فلوس، فبتغطي تكلفه الحاجات دي كلها. وكانت الاغنيه مثلا تتباع والكليب والناس تشتريه عشان تقعد تعرضه وتحطه ومش عارف ايه، لكن دلوقتي خلاص الموضوع يعني السوشيال ميديا بوظت الدنيا خالص. طيب انت طبعا يعني بتحب طبعا انت تكون متواجد دايما مع الناس وكده، طب مثلا مفيش حفله قريب مثلا هتكون موجوده في الامارات، في الخليج، لبنان، مصر؟ والله بص انا هقول لك حاجه، انا الفتره اللي جايه دي عشان بس الدنيا شتاء والحاجات دي، اعتقد ان هو اول ما الشتاء ما يخف شويه احنا هنبتدي نعمل شويه حفلات في الوطن العربي، اعاده بس بشكل شام تاني يعني، هنروح لبنان ونروح دبي ونروح ابو ظبي ونروح الكويت ونروح الاردن، وعايزين نعمل شويه يعني تنشيط لفكره ان احنا كعرب نحب بعض تاني ونخاف على بعض ونحس ببعض، لان دي حاجه حلوه قوي احنا بنعملها في كل العلاقات الفرديه، بس للاسف هي ما بتتعملش في العلاقات اللي على اكبر شويه، على مستوى اكبر يعني، تلاقينا كلنا مصاحبين بعض، عندنا اصحاب في لبنان واصحاب في السعوديه واصحاب صحاب وحبايب وجامد قوي، بس مش على المستوى الفردي، مش على المستوى الكبير اللي هو اصحاب يعني جامعه تكون صاحبه جامعه مثلا يعني، يعني حاجات اللي هو على اكبر شويه، بحيث ان احنا نوسع يعني قوه العلاقات شويه طبعا. عشان نحس ببعض اكتر يعني. اكيد انا طبعا انت عارف ان انا بحب اغانيك جدا، وسبق لي ان انا يعني اتشرفت ان انا عملت معاك لقاء ودارس كل اغانيك، ولكن انا عايز اعرف بالنسبه للفنان هشام عباس ايه اقرب 5 اغاني لقلبك بجد، انت بص بتحس ان هم دول اللي صنعوا نجوميه هشام عباس؟ الالبوم الجديد ولا في الالبوم لا 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 في العامه، انت عارف ان الناس اصلا لغايه دلوقتي بيسمع لك القديم برضو يعني، قديمك وجديدك الناس يعني اللي هو طبعا انا عايز اقول لك حاجه، هقول لك اللي انت بتقوله ده، بس انا هقول لك بس ان في اغاني في الالبوم الجديد معينه انا يعني ايه حبيت ان انا اوصلها للناس علشان دي بالنسبه لي شكل جديد للاغنيه يعني، اغنيه زي مثلا اغنيه تهربي فعلا دي اللون اللون فعلا صح، انا حسيت ان اللون رجعنا لفتره من الالبومات القديمه صح كده ايوه. اغنيه تهربي دي اغنيه مهمه لانها لان الحالات دي الحاله بتدي حاله البنات والستات في العصر الحالي حاله مهمه جدا، لازم تفكر لازم الناس تفهمها وتفكر فيها، لان بتحصل كتير فكره ان البنت تهرب او الست تهرب وعايزه تنطلق وعايزه تعمل، وهي بتبقى مش يعني مش حاسه قد ايه الراجل ممكن بيحب يكون بيحبها او متمسك بيها او كده يعني. انا اللي بيعجبني فيك ان انت بتقدم قيمه ورساله من كل اغنيه يعني، ممكن اهربي دي ممكن حد تاني يغنيها ويقول لك فركشي في الوقت يعني في الوقت اللي احنا فيه، بس القيمه بتاعت هشام عباس يعني متضافه وفي رساله في الاغنيه فبجد حاجه. وبعدين في اغنيه تانية اسمها متعب قلبي وسهر عيني زمان وسابع نومة ولا داري بيا عايش ولا همه وانا شايل همه يعني ده واحد راجل طالع عينه في الشغل
علشان يصرف على عيال ومراته يعني مراته وعياله فاهم. لا وحذرتك طب يعني ما حذرتك انت داخل مع انت متعاطف مع المراه ليه يعني فتره دي. هي جت كده بقى يعني هو الالبوم ده جه كده ان هو في شويه مساند المراه ايوه. يعني بحاول ان انا اما الاغاني اللي انا اثرت عليا طبعا في اغاني طبعا الله يسلم حالك اول اغنيه عملتها مع حميد كانت طبعا كانت كبير الاغاني اللي هي اللي كانت انطلاقه ونعمل ايه كانت انطلاقه وانا 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 رغم ان عليها سود مع صلاح الشرنوبي كانت انطلاقه بالنسبه لي طبعا هي واغنيه من بين عيون الناس لانها الله بيفرق جامد قوي مع الناس اغنيه مثلا زمان وانا صغير كانت اغنيه فرقه جامد قوي في وسط الاغاني كانت عامله شغل جامد قوي سيبها تحبك يا قلبي انا مستنيك تقول لي سيبها تحبك يا قلبي يعني لسه انا مخدم بتدريب ماشي اوكي تمام يعني بالسنين يعني ايوه اغنيه ام الحبيبه كانت من الاغاني الام اللي كانت جديده طبعا وده جواب وانت بتبعت لها جواب والراجل وفي الغربه وكان فيها حاجات سلمي لي يما على اللي بالي بالك وكان فيها يعني افيهات وحلوه فكانت يعني بالنسبه لي الحمد لله والبيت كان قصاد البيت شب لسه لسه ما وصلناش دي اغنيه يا ليلى اغنيه ليلى اللي كسرت الدنيا عملت شغل كويس قوي الحمد لله وعملت جو جامد مع الناس اغنيه ليلى وبعد كده بعد يا ليلى بقى دخل نخش على عيني معنا وحميد وأغنية كانت بيوتي فليب مميز جدا وسابق عصره وكان حاجة يعني ربنا كرمنا فيه جامد قوي أنا وحميد الألبوم ده ألبوم حميد عيني اللي أنا غنيت معاه فيه أغنية عيني الحمد لله طبعا بعد كده أنا عملنا بقى إيه شوفي والكليب الاجاز والرقصه لعلمك والله والله الاغاني دي لسه بتشتغل لغايه دلوقتي في الحفلات والناس لسه بترقص الرقصه بتاعت شوفي يعني المعلم كان اول تعاون مع مصطفى كامل يعني التعاون والوحيد يعني كان التعاون يعني الوحيد كان تعاون مبهج عملنا بعد كده تسلم الايادي كان كتير بس ده اول فعلا تعاون مع مصطفى كامل يعني وبعدين ويا ليلى كان اول تعاون مع 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 رياض الهمشري ودي برضو حاجه عمرها ما تتنسي لانه رياض الهمشري راح مأكد بعد كده نجاحه معايا في ناري داريم والانفجاره اللي حصلت في الفار ايست والميدل ايست والحاجات دي برضو ناري داريم دي كانت اغنيه برضو مسمار جامد قوي في حياتي طب دي حاجه جميل طيب خليني سيبها تحبك اغنيه حلوه وجميله واغنيه عملت جو حلو جدا مع الناس ما تبطليش في الالبوم بتاع روتانا اللي هو الالبوم من سنه 2009 لغايه بقى اغنيه عامل ضجه احنا عملنا الضجه الكبيره بيها تاني والعوده الجميله والكبيره انا يعني كنت سعيد بهذا اللقاء الجميل وانت عارف ان يعني والله انا دايما كل بعمل معاك والله يعني انا كل مره بقول لك 10 دقايق وكل مره نقول الموضوع هتبقى المره دي هتبقى مقابله قصيره بس انا والله ما بشبعش من الكلام معاك يعني انا عايز اقول والله لكل المستمعين اللي بيسمعونا دلوقتي الفنان هشام عباس هو فنان راقي جدا انسان ذوق جدا متواضع جدا من الناس اللي هو انت ما تشبعش من الكلام معاه بجد شرف ليا ان انا بعمل معاك لقاء للمره الثانيه وما تكونش المره الاخيره المره الجايه يكون موجود معايا في الاستوديو اتشرف بحضرتك اكيد ان شاء الله واسعدتني والله كلمه تقولها بقى لكل مستمعين راديو الرابعه يعني انا بحبكم جدا وانا بحب الناس واتمنى انه يكون الاغاني بتاعتي تتفق معاكم يعني واتمنى ان انتم تسمعوا الالبوم الجديد كله اسمه عامل ضجه 16 اغنيه وفي اغاني نازله جديد في اغنيه حذرتك نازله ان شاء الله على الفالنتاين اسمها هي دي جديده خالص لسه دي ما نزلتش من ضمن الالبوم
أغنية جميلة قوي، كلمات أمير طعيمة ولحن محمد يحيى وتوزيع كريم عبد الوهاب. طب ما نسمع منها حاجة كده قبل ما تنزل يعني. يعني لا والله يعني هي توزيعها مهم قوي يعني. توزيع الانبوت بتاع التوزيع فيها مهم قوي، بس هي دي اللي عيوني عليها. الله الله الله، اجمل هديه. الله يعني احنا مستنيينها بقى، مستنيينها ونزح عندنا في يعني في يوم الحب. هبعتها لك على طول اول ما تنزل، هبعتها لك. خلاص اعتبرها موجوده دلوقتي على الهواء. انا اتشرفت جدا يعني بلقائي بالفنان العظيم والكبير هشام عباس يعني، ويا رب ما يكونش اخر مره، ونورت هوا راديو الرابعه. شكرا جدا. شكرا جزيلا.